بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب الإيجارات. الإيجارات جمع أجرة، ومعناها بيع المنافع، بيع منافع الأعيان التي ينتفع بها. فمثلا الدار تؤجر بمعنى أنها تباع منفعتها وسكناها بثمن يسمى الأجرة. كذلك الدواب، السيارات وأدوات النقل، كل الأشياء التي فيها منافع فإنها تؤجر بمعنى أنها تباع منافعها مع بقاء أعيانها. كل شيء ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا فإنه تصح إجارته. أو بعبارة أخرى، كل ما صح بيعه صحت إجارته إذا كان مما تبقى عينه. فإن كان الشيء لا ينتفع به إلا مع تلف عينه كالأطعمة والخضروات، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا مع تلف عينها هذه لا تصح إجارتها. لكن الأشياء التي تبقى مع استغلال منفعتها كالدور والدواب والسيارات والأراضي وغير ذلك الصالحة للزراعة، كل هذه تصح إجارتها. فالإجارة بيع، لكنه بيع للمنافع، بيع للمنافع. فكل ما صح بيعه صحت إجارته، بشرط أن تبقى عينه كما سبق بعد الانتفاع به. فالإجارة من العقود الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن الكتاب قصة موسى عليه السلام حيث أجر نفسه على رعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين في مقابل تزويجه ومقابل نفقته. أجر نفسه على رعي الغنم مدة معلومة في مقابل تزويجه وفي مقابل نفقته. هذا من الكتاب. ومن السنة أدلة كثيرة على مشروعية الإجارة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريطط الليثي يدله على الطريق الهجرة، استأجره يدله هو وصاحبه أبا بكر على الطريق لما خرج مهاجرين إلى المدينة،
وعلي رضي الله عنه أجر نفسه لامرأة يهودية على أن يسقي لها أشجارا بتمرات تدفعها إليه، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على الإجارة. قد أجمع أهل العلم على ذلك، وهي أي الإجارة من المصالح التي يحتاجها الناس، لأن الناس لا يبذلون هذه الأشياء لمن ينتفع بها إلا في مقابل عوض، فكان لا بد من الإجارة لأجل تحقيق مصالح البشر. فلذلك جاء الشرع بها وأباحها، ولها شروط يأتي بيانها إن شاء الله. نعم. وهي عقد على المنافع وسوق الدار والحمل والمكان المعين. عقد على المنافع، هذا يخرج البيع، لأن البيع عقد على الأعيان، البيع عقد على الأعيان، أما الإجارة فهي عقد على المنافع، أما الأعيان فإنها تبقى لمالكها. نعم. سكن الدار هذه منفعة، سكن الدار منفعة. والحمل المكان المعين، حمل المتاع، كأن يستأجر حمالا يحمل له أغراضه إلى مكان معين، أو يستأجر دابة، أو يستأجر سيارة أو باخرة أو طائرة لتحمل له بضائعه إلى مكان معين. نعم. وخدمة الإنسان، أو يستأجر إنسانا ليخدمه، فالخدمة كما عرفتم في حديث ابن أريقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجره ليدله على الطريق. يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه كما أجر موسى عليه السلام نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم لأهل مكة على قراريط قبل البعثة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. كذلك من أدلة القرآن على الإجارة قضية الرضاعة، قضية الرضاعة. فإن أرضعن لكم، يعني المطلقات إن أرضعن لكم أولادكم فآتوهن أجورهن، أجرة الرضاعة. فيجوز أن تستأجر المرأة من أجل إرضاع ولدها أو ولد غيرها، تستأجر على الرضاع، لأن الرضاع منفعة. كذلك أم موسى عليه السلام أجرت نفسها لفرعون على أن ترضع موسى، على أن ترضع موسى، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، حيث رد عليها ولدها ورد عليها أيضا الإجارة من فرعون، ترضع ولدها وتستوى تدفع لها الأجرة. نعم. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره. هذه قصة موسى، إحدى ابنتي الشيخ الكبير عرضت على أبيها أن يستأجر موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاستأجره كما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم. ولأن الحاجة تدعو إلى الملاذ كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على الملاذ. هذا من ناحية القياس الذي سبق من ناحية النص على جواز الإجارة، أيضا يدل على جواز الإجارة القياس، فإن حاجة الناس داعية إلى الإجارة كما أن حاجتهم داعية إلى البيع، فإذا جاز البيع جازت الإجارة. نعم. مسألة، وهي عقد لازم من الطرفين. الإجارة عقد لازم من الطرفين، إذا تم العقد
إذا تم العقد بشروطه فإنه يكون لازما من الطرفين الأجير والمستأجر، فليس لأحدهما فسخها إلا برضا الآخر. هذا معنى العقد اللازم. العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، بخلاف العقد الجائز كما سبق في الجعالة وفي العقد والمساقات والمزارعة. العقد الجائز هو الذي لكل واحد من الطرفين فسخه وإن لم يرضى الآخر. نعم. وهي عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، لأنها عقد وإن أشبهت ببيوع الأعيان. نعم. مسألة: ولا تنفسخ بموته ولا بدونه كالبيع، وتنفسخ بثلث العين المعقود عليها. لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستاجر، بل تبقى حتى تنتهي من مدتها. هتبقى الإجارة، فلو مثلا أجر داره ثم مات ما يقال للمستاجر اطلع لأن اللي أجرك مات، يقول لا، يبقى فيها إلى أن تتم الإجارة، لأن تتم المدة، لأنه ملك المنفعة. ولا تبطل بموت المؤجر، وكذلك العكس، لو أن المستاجر مات ما يقول المؤجر للورثة اطلعوا لأن الذي أجرته مات، نقول لا، الورثة يرثون العقد، هذا يرثون العقد عن مؤجرهم، ولهم الانتفاع بالمؤجر إلى أن تتم المدة، يرثونه عن مورثهم. إنما تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، لو أن الدار انهدمت أو الدابة ماتت، فإنها تنفسخ الإجارة لأنه لم يبقى مكان لها. ما نقول للمؤجر ابن دار، لأن العين التي وقعت عليها الإجارة ماتت تلفت، فينفسخ العقد بتلف العين المؤجرة. ولا يلزم المؤجر بالإتيان ببديل لها. نعم. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها. أو انقطاع نفعها، استأجر أرضا ليزرعها عدة سنين لكن خربت الأرض، أصابها شيء جعلها لا تصلح للزراعة، فينفسخ العقد لأنه لا يمكن الانتفاع. العين باقية لكن المنفعة تلفت، فتنفسخ الإجارة لتعذر استيفائها. نعم. كما لو تلف المكيل قبل قبضه، وكذلك إذا تعيبت كدار استأجرها فانهدمت أو أرض انقطع ماؤها، يعني وأصبحت لا تصلح للزراعة والدار لا تصلح للسكنة، فإنها تنفسخ الإجارة. نعم. لأن المنفعة المقصودة منها تعثرت فأشبه تلف العبد. وفيه وجه آخر: لا تنفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنة في خيمة أو يجمع فيها حطبا أو متاعا، لكن لا الفسخ لأنها تعيبت. الوجه معناه ما قاله أحد الأصحاب، يعني الرواية ما كانت عن الإمام، وأما الوجه فهو ما كان رأيا لبعض علماء الحنابل أصحاب المذهب. هذا الوجه يقول إنها لا تنفسخ الإجارة إذا انهدمت الدار، لأنه بإمكانه إنه يستغل الأرض يجعل فيها حطب ولا ينصب فيها خيمة وينتفع بها، لكن المذهب كما سمعتم أنها تنفسخ، لأن الانتفاع المقصود تعذر، الانتفاع المقصود هو السكنة تعذر، كونه يصب خيمة ولا يجعل فيها حطب هذا ما هو مقصود من الأصل. نعم. مسألة: ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم. الإجارة يشترط لصحتها شروط،
الشرط الأول أن تكون على نفع معلوم، على نفع معلوم، يعني يبين المراد هو المقصود من الأجرة، كان يقول الدار للسكنة أو المخزن للبيع والشراء فيه أو المخزن لإيداع الأموال فيه مثلا، يصير مستودع، يبين نوع الانتفاع الذي يقصده. أما لو استأجر البناية ولم يبين المقصود إن هذا لا يجوز، لأنه ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها، ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها أو لا، أو يتضرر به صاحبها، فلا بد يعين الانتفاع، سكنى، بيع وشراء، إقامة مصنع، جعلها محل لصناعة أو ما أشبه ذلك، جعلها مستودع لحفظ الأموال فيها، وإن كانت أرضاً يبين المقصود من استجارة للزراعة، للغرس، لغير ذلك من وجوه الانتفاع، يجعلها حوش للأغنام، يبين المقصود بالانتفاع، أو يستأجر الأرض فقط ولا يبين، لأنه يحصل نزاع فيما بعد، يقول أنا ما أجرتك أنك تحطها كذا وكذا، أنا حسبك تبيها لشيء أسهل من هذا. نعم. ولا تصح الإجارة إلا على نفع معلوم، هذا الشرط الأول، إما بالعرف كسكن الداري، وإما بالوصف كخياطة ثوب معين، وبناء حافة، وحمل شيء إلى موضع معين، وربط ذلك بصفاته. إذا استأجره للحمل فلا بد أن يبين المسافة والمكان الذي يحمله إليه، ما يقول تحمل لي هذا المتاع ولا يبين وين يوديه ولا وين ينتهي، لأن هذا يصبح فيه جهالة وفيه نزاع، ربما أنه يحسب يظن أن المسافة قريبة والمستأجر يقصد مسافة بعيدة، يحصل نزاع ويحصل اختلاف، فلا بد يحدد المسافة إلى البلد الفلاني، إلى المكان الفلاني، إلى بيتي، إلى دكاني، ويكون معلوم حتى يرتفع الإشكال والنزاع. استأجر شخصا لازم يبين وش يبيه له، يبيه يبني، يبيه يبيع ويشري الدكان، يبيه يكتب كاتب، لازم يبين نوع الانتفاع. أما يستأجر شخص يقول خلاص ألا ندبرك عليه تمشي، هذا ما يصلح، لأنه يعني ربما يدبر على شيء ما يستطيعه أو ما يحسنه أيضا، لا بد يبين نوع الانتفاع الذي يريده منه، يبيه يبني جدار، يبيه يحفر حفرة، يبيه يزرع، يبيه يحصد، يبيه أي مهنة يبينها في العقد، أي يقول استأجرتك وخلاص أنت تشتغل باللي أحطك فيه، ما يصلح هذا، أنه يفضي إلى نزاع وإلى ضرر. نعم. ويشترط أن يكون النفع معلوما لأنه المعقول عليه أشبه المبيع، ويحصل العلم بالعرض كسكن الدار شهرا والأرض عامة وبناء حافة يصف طوله وعرضه. إذا قال للسكنة، إذا قال استأجرت الدار للسكنة، السكنة معروفة، العرف يحددها، السكنة معروفة، استأجرت المحل أجعله متجرا، المتجر معروف أن الانتفاع في العرف يحدد هذا، فإن كان العرف لا يحدده فلا بد من الوصف، لا بد من الوصف. نعم. كما يشترط معرفة الأجرة. الشرط الثاني أن تكون الأجرة معلومة، تكون الأجرة معلومة، 100 ريال، 200 ألف، 50 ريال، تكون الأجرة معلومة، ما يقول استأجرتك تبني لي هالجدار بمبلغ من المال أو بمبلغ من الدراهم ولا يحدد، لا تصح الأجرة،
لا تصح الإجارة إلا بتحديد الأجرة، أجرة معلومة، كما أن البيع لا يصح إلا بثمن معلوم، لئلا يفضي هذا إلى النزاع. إذا حدد انتهى النزاع، إذا لم يحدد حصل النزاع. يمكن هو يحسبه بيعطيه 100 ريال وعطاه 5 ريال، يعني أنت ما شرطت علي شيء ولا لك علي إلا 5 ريال، يحصل ضرر. أو العكس، ربما أن المستأجر يضرب المؤجر، يأخذ مبلغ كبير أكثر من ما يستحق إذا لم يحدد. نعم. ويشترط معرفة القدرة كما يشترط معرفة الثمن في المبيع. نعم. مسألة، وإن وقعت الإجارة على عين فلا بد من معرفتها. إجارة العين تنقسم قسمين، أحدهما أن يكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو العبد للخدمة أو المرأة. إجارة العين. وإجارة العين تنقسم قسمين، أحدهما أن يكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو العبد للخدمة أو المرأة مدة معلومة، فيشترط معرفتها لأن الأعيان تختلف وتختلف أجرتها، كما أن المبيعات تختلف فتختلف أثمانها. القسم الثاني، إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، أو بقر بحرف مكان معين، أو دراس زرع، وتشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف. إجارة العين تنقسم. وإجارة العين تنقسم قسمين، أحدهما أن يكون على مدة كإجارة الدار شهرا أو العبد للخدمة أو المرأة مدة معلومة، فيشترط معرفتها لأن الأعيان تختلف فتختلف أجرتها، كما أن المبيعات تختلف فتختلف أثمانها. القسم الثاني، إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، أو بقر بحرف مكان معين، أو براس زرع، فتشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف كي لا يفضي إلى التنازع والاختلاف كما قلنا في المبيع. نعم، واضح هذا، يعني أنه يشترط في الإجارة أن يكون النفع معلوما، سواء معلوما بالمدة كسكن الدار شهرا أو سنة أو 10 سنين أو أكثر من ذلك أو أقل، أو يكون معلوما بالمقدار، يكون معلوما بالمقدار كبناء حائط و يعني مقداره كذا وكذا، ارتفاعه كذا وكذا، عرضه كذا وكذا، خياطة ثوب صفته كذا وكذا، لأن أنواع الخياطة تختلف، لازم يحدد نوع الخياطة المعروفة عند الناس لئلا يحصل نزاع بينهم، يقول أنا أبيك تخيطه على الشكل الفلاني ويقول لا أنا أخيطه على الشكل الفلاني، لازم يحدد. نعم. حمل المتاع، يذكر مقدار الحمل، يذكر مقدار الحمل، مثلا 100 كيلو، 80 كيلو، 10 كيلو، يذكر مقدار الحمل ويذكر مقدار المسافة التي يحملها إليها، وهكذا. يشترط الوضوح والمعلومية في كل هذه الأشياء من أجل أن يرتفع النزاع، ومن أجل أن يندفع الضرر على أحد الطرفين. نعم. مسألة، ومن استأجر شيئاً فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. مثله. إذا كان مثله أو دونه. إذا استأجر شيئاً فله أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بوكيله. إذا استأجر سيارة له أن يركبها هو أو يركبها غيره، يعني ما يختلف
المطلوب سواء استوفى نفعه أو استوفاه غيره. المهم إنه إن الذي يخلفه يكون مثله لا يزيد عليه بل يكون مثله ويستوفي المنفعة على المواصفات المعقود عليها. ما يقول لا أنا أجرتك أنت اللي تسكن الدار ولا تجيب واحد يسكنها غيرك. يقول لا مالك حق تمنعه من ذلك، لأن المقصود السكنة سواء استوفاها هو أو استوفاها غيره. لكن لو كان الغير يختلف عن الأصل فإنه يمنع الاختلاف، أما إذا كان يستغل المنفعة مثل الأصل فلا مانع، يسكن الدار المستاجر أو يسكنها واحد غير قريب له أو صديق له أو نائب عنه أي خالف، أو يركب السيارة هو أو يحملها هو أو غيره، كله واحد. ما يمنع المؤجر ما يمنع المستاجر من هذا، لأن المقصود استيفاء المنفعة ولا عليه من الشخص الذي يستوفيها. نعم. استاجر دكانا له أنه يسكنه ويبيعه ويشريه أو يعطيه واحد آخر يأجره الثاني، ما يخالف يأجره الثاني يستوفي المنفعة مثل ما يستوفيها الأصل، ما في مانع، وليس للمؤجر المنع إلا إذا كان الخلف فيه ضرر على الأصل على المؤجر، الضرر ممنوع. أما ما دام أن الخلف يمشي مثل ما يمشي الأصل فليس للمؤجر الاعتراض. نعم. إذا اعتراض فله أن يسكنها يسكنها فله أن يسكنها مثله ومن هو دونه في الفرار، لأنه لم يزد على استيفاء حقه، ولا يجوز أن يسكنها من هو أكثر منه ضررا لأنه يأخذ فوق حقه. لو مثلا هو استأجرها للسكنة وجاب واحد يجعلها مصنع، يجعلها الدار مصنع، فلا هذا في ضرر، المصنع يضر الدار يحدث فيها خلل، يؤذي الجيران أيضا، الجيران يتأذون. أما إذا جاء واحد بداله يسكنها سكنة ما في مانع. كذلك لو أجرها مصنع ثم هون جاب واحد يسكنها نقول لا بأس، لأن السكنة أقل من المصنع، لا مانع من ذلك. له أن يوكل من يستوفي المنفعة مثله أو دونه، أما أكثر منه هذا لا يجوز. نعم. مسألة، وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل ضررا منه، وإن استأجر أرضا لزرع حنطة فله أن يزرع شعيرا أو باقلاء وليس له زرع ما هو أكثر ضررا منه كالدخن والذرة والقطن لأن ضررها أكثر. إذا استأجر أرضا للزراعة فله أن يزرعها حنطة، يزرعها شعير، يزرعها خضار، ما في مانع، لأن كل هذا متساوي. لكن لا يزرعها زراعة أكثر، كان يغرس فيها أشجارا، يغرس فيها أشجارا من القطن أو أشجارا من الحمضيات، لأن الأشجار تضر بالأرض بعروقها، أو يغرسها أثل أو ما أشبه ذلك، ما يجوز هذا. ومستأجرها للزراعة ما يغرس بها الشجار، لأن يعني الأشجار تضر بالأرض، إنما استغلها بمثل ما استأجرها له أو مثله، لأنه إذا استأجرها لزراعة الحنطة فله أن يزرعها بالشعير، لأن الشعير زراعة الشعير مثل الحنطة، أن يزرعها مثلا خضروات يسيرة ما لها عروق تضر بالأرض كأشجار الطماطم وأشجار والبصل والكراث ما أشبه ذلك، هذا كله ما يضر، لكن يغرسها أشجار هذا لا ممنوع. وبالعكس إذا استأجرها لغرس الأشجار فله أن يزرعها حنطة، لأن زراعة الحنطة أخف من زراعة الأشجار. نعم. ولا يملك الغرس ولا البناء لأنه أبر من الزرع،
إيه قال أنا مستأجرها من زارع، أنا بحطها حوشة، ما عندي زرعة بحطها حوشة للبعارين ولا للغنم. أقول لا، هذا خلاف العقد، هذا خلاف العقد. المباني تضر بالأرض والمواشي تضر بالأرض. نعم. مسألة: ولا يجوز له أن يخالف ضاره ضاره مثل قطن الحديد إذا اقترن لأحدهما لم يملك حمل الآخر. نعم. ولا يجوز له أن يخالف ضاره ضاره مثل قطن الحديد إذا اقترن لأحدهما لم يملك حمل الآخر. لم يملك حمل الآخر. حمل؟ عندك حمل؟ لأن ضررهما يختلف، فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله، والقطن يتجافى وتهب فيه الريح فينصب الظهر، فإن فعل شيئا من ذلك يعني لو استأجرها لمستودع، استأجرها مستودع للأخشاب مثلاً، استأجرها مستودع للأخشاب، ما يجوز يجعلها مستودع للحديد، لأن الحديد ثقيل يضر بالأرض، خلاف الأخشاب فهي خفيفة. نعم. فإن فعل شيئاً من ذلك فعليه أجرة المثل، لأنه استوفى منفعة غير التي عقد عليها، فلزمه أجرة المثل. يعني يلزم دفع الفرق بين مستودع الحديد ومستودع الأخشاب، الفرق. نعم. كما لو استأجر أرضاً إزار شعير فزرعها قمحا، أو كما لو حمل عليها من غير استئجار. نعم. مسألة: وإن اقترى إلى موضع فجاوزه، كمن يقتري دابة إلى حمص فركبها إلى حلف أو لحمل شيء يزيد عليه. لا، لأن المؤلف من أهل الشام يعرف البلاد ذيك، إذا استأجر دابة أو سيارة إلى بلد لم يجوز له أن يستعملها إلى بلد أبعد منه، إذا استأجر إلى حمص لم يجوز له أن يذهب بها إلى حلب لأن حلب أبعد، وهكذا لو استأجرها للدرعية مثلا ليس له أن يستعملها إلى ملات مثلا، إنسانكم تعرفون ملات أنها أبعد، وهكذا يعني إذا استأجرها إلى بلد ما يستعملها إلى بلد أبعد منه. نعم. المسألة اللي قبل الحديد قصدهم على الحديد والقطن مو على الأرض، على الدابة. والأرض، نعم، الدابة أو الأرض أيضا، الأرض أيضا تتضرر بالحديد ما في شك. كمن اقترى لحمل قنطار فحمل قنطار ونصف فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل الزائد. نعم. وإن اقترى إلى موضع فجاوزه كمن يقتري دابة إلى حمص ركبها إلى حلب أو لحمل شيء فيزيد عليه، كمن اقترى لحمل قنطار فحمل قنطار ونصف يعني زاد في الحمل، زاد في الحمل، استأجرها لحمل 100 كيلو فحمل عليها 150 كيلو، هذا لا يصلح ولا يجوز، يعني هذا أكثر من ما اصطلحوا عليه وتعاقدوا عليه، يمنع من هذا، فإن فعل فهو يدفع الفرق. نعم. ولو تلفت الدابة يغرم الدابة لأنه متعدي، أو انكسرت السيارة من ثقل الحمل أكثر من اللازم أنه يدفع الغرامة، مثلا استأجر السيارة بحمل أطنان ما محددة فزاد عليها وانكسرت السيارة يضمن التلف لأنه متعدي، لكن لو حمل فيها المتفق عليه وانكسرت ما عليه شيء أنه لم يتعدى، هو مستأجرها الحمل هذه البضائع انكسرت ما في شيء لأن
ما تعدى، لكن لو زاد على البضائع التي اتفق عليها انكسرت السيارة يضمن لأنه متعدي. نعم. عليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل الزائد، يعني الفرق. نعم. لأنها غير مقدور فيها فلزمه إجرتها كما لو غصبها في الجميع. وقال أبو بكر عليه أجرة المثل عليه أجرة المثل للجميع، لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره، فأشبه ما لو استأجر أرضا فزرع أخرى. يعني المؤدى واحد، المهم أنه يدفع الفرق، يدفع الفرق. والأول أجود. نعم. لأنه عندما عدلت الزيادة بالزيادة لا غير. نعم. لأنه إنما عدلت الزيادة لا غير. إيه نعم، المؤاخذة على الزيادة فقط، أما الأصل فهو مأذون فيه. نعم. فنقول فعل المعقود عليه وزاد فلزمته الأجرة المذكورة للمعقود عليه، وأجرة المثل للزيادة لأنها غير مقدور فيها، أشبه ما لو استأجر أرضا فزرعها وزرع أخرى. نعم. مسألة، ويلزمه ضمان العين إن تلفت. نعم، لأنه متعدي. ويلزمه ضمان العين إن تلفت بقيمتها، سواء كان صاحبها معها أو لم يكن، لأنها تلفت بالجناية عليها. فرضنا أن اللي يسوق السيارة هو صاحبها انكسرت من ثقل الحمل، ما يقول أنت اللي تسوقها ولا علي غرامة، يقول لا أنت المتعدي، أنت اللي حملتها أكثر مما تطيق، فعليك ضمان السيارة ولو كان صاحبها هو اللي يسوق. نعم. لأنها تلفت بالجناية عليها وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان صاحبها، وسكوت صاحبها لا يسقط الضمان، كمن جلس إلى جنب إنسان فخاق ثيابه وهو ساكت فإن الضمان يلزمه. السكوت ليس إقرارا على كل حال، لأنه قد يكون سكت لأنه مكره أو يخشى من المستأجر، أو منعه الحياة والخجل، هذا ليس إقرارا. نعم. مسألة، وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، لأنه إذا استعمل العين المؤجرة، إذا استعملها بالمعروف لما استوجرت له ولم يتعد وتلفت فلا ضمان عليه، لأنه مأذون له في هذا، وما ترتب على المأذون فهو هدر، ما ترتب على المأذون فهو هدر. نعم. مسألة، ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يترك في يده من غير سفير. الأجير على قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص الذي أجر نفسه لشخص أن يعمل عنده، فهذا لا يضمن ما تلف بيده، مثل سواق استأجر سواق يسوق سيارة وانكسرت السيارة وهو ما تعدى في السواقة، يسوق سواقة عادية انكسرت السيارة ما عليه شيء، لأنه مأذون له بهذا، مأذون له أنه يسوقها، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أما لو أنه تعدى أسرع بالسيارة سرعة فائقة أو قطع الإشارة، خالف النظام حصل عليه حادث، فإنه يضمن لأنه متعدي لم يؤذن له بهذا الاستعمال. فالأجير الخاص هذا لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد، ويضمن ما تلف بيده بسبب التعدي، هذا الأجير الخاص الذي لا يشتغل إلا عند مستأجره، هذا الخاص، الأجير الخاص هو الذي لا يشتغل إلا عند مؤجره، استأجره لقيادة سيارة، استأجره للعمل في مزرعة، استأجره للبيع والشراء في الدكان، ما يشتغل إلا لمعزبه هذا،
والكفيلة ذا إن كان مستقدم، هذا نقول ما تلف بيده من غير تفريط فلا ضمان عليه، وما تلف بيده بسبب التفريط فهو مضمون عليه. والأجير المشترك هو الذي يعمل للناس، فاتح محل يشتغل لكل من جاء، خياط مثلا يخيط الثياب، غسال يغسل ثياب الناس، ما هو غسال الواحد، غسال لكل الناس، فاتح محل، هذا يضمن ما تلف بيده. إذا سرق منه شيء من الثياب أو احترق عنده شيء فإنه يضمن، لأنه مشترك ليس خاصا، مشترك للناس كلهم. نعم. والإجارة على غربين، خاص ومشترك، عرفنا الخاص هو الذي لا يعمل إلا عند مستأجره، هذا الخاص. المشترك هو الذي يعمل عند غير واحد، فاتح محل للمهنة، كل من جاب له شيء يصلح له، يصلح سيارات، صاحب ورشة يصلح أي حاجات الناس، مثلا خياط، مثلا مهندس، مثلا غسال يغسل الثياب، خباز يخبز للناس، يجيبوا له طحين ويخبز لهم، كل واحد يجيب له طحين ويخبز له، هذا مشترك، هذا يضمن ما تلف عنده للناس، إلا إذا لم يفرط شيء، فات عليه غصبا عليه، ما هو مفرط، حافظه وضابطه، لكن تلف من غير تفريط هذا غير مسؤول. نعم. هذا هو الأجير الخاص الذي يؤجر نفسه مدة معلومة لخدمة أو خياطة أو رعاية شهرا أو سنة، يعني ما يعمل إلا عند هذا الشخص. نعم. سمي خاصا اختصاص المستأجر بمنفعته في تلك المدة دون سائر الناس. نعم. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده. نعم. لا ضمان عليه فيما يتلف في يده. نعم. مثل أن تهلك الماشية معه أو تنكسر آلة الحرف وما أشبه ذلك إذا لم يتعدى. لأنه أمين فلم يضمن من غير تعدي كالمودع. والتعدي أن ينام على الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشا فيأكلها الذئب. الراعي مثلا هذا أجير خاص، يعني إذا صار ما يرعى إلا عند شخص معين هذا خاص، فلا يضمن لو تلف شيء من المواشي وهو يراعيه وناظره ويحفظه، جاء الذيب وعدى عليه وهو يناظره ولكن الذيب غلب ما عليه شيء، لكن لو نام وخلاها ولا قاعد يتقهوى في مقهى وخلى الأغنام تروح وجاء الذيب وهو ليس معها يضمن لأنه غفل عنها، يعني في هذا مفرط، يعتبر مفرطا. أما إذا كان يرعى عند الناس كلهم، هو راعي للبلد أو للقرية، يأخذ أغنام الناس، أغنام القرية أو أغنام البلد، هذا راعي مشترك، هذا يسمى بالراعي المشترك والأجير المشترك لجميع أهل القرية ولجميع أهل البلد أو أهل الحارة. نعم. والضرب الثاني الأجير المشترك، وهو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط، سمي مشتركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره، مثل المقاولين اللي يأخذون عمارات عند الناس، هذا مشترك بخلاف البناء اللي تجيبه يبني عندك ولا يبني عند غيرك، هذا خاص. أما البناء الذي يبني عندك وعند فلان وعند فلان ويأخذ عمارات ومقاولات هذا مشترك. نعم. سمي مشتركا لأنه يعمل بالقياسة أو القصار
بدقه أو القصار، القصار الغسال يعني، القصار هو الغسال، يخرق الثوب بدقه، يدق الثوب علشان أنه يتنظف من الأوساخ، فدقه بشدة فتخرق، أو قوى عليه الحرارة فاحترق، يضمن أن هذا تعدي. والفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص أن الخاص ما يتقبل أعمال للناس، نفعه مقصور على من استأجره، ولو تقبل عمل آخر عقده باطل يعتبر. أما المشترك فله أن يتقبل أعمالا كثيرة في آن واحد، له أن يتقبل أعمالا كثيرة للناس في آن واحد. نعم، ما يقولها الأول لا تأخذ من أعمال من الآخرين لما تخلص شغلي، نقول لا، ليس لك عليه سبيل، هذا مشترك. نعم، بالتعدي، لكن الفرق بينهم أن هذا ما يتقبل أعمال، الخاص ما يتقبل أعمال للآخرين طيلة المدة، ولو تقبل أعمال للآخرين فتقبله باطل وعقده باطل، للأول أن يمنعه، بخلاف المشترك. نعم، ولو تقبل عفو الله عنك أعمال ثم حصل تلف لمال الأول بدون تعدي يضمن؟ لا ما يضمن إلا بالتعدي. نعم، والطباخ يطبخ للناس، طباخ فاتح محل يطبخ للناس، يجيبون له طعام يطبخ لهم، لحوم يطبخها لهم، مثل الطباخين الآن، إذا عزمت ناس أو عزمت زملائك ذولا تروح للطباخ وتجيب له اللحم وتجيب له الطعام ويطبخ الثاني مثلك، عازم الناس ثانيين يجيب، والثالث والرابع كلهم يطبخ لهم في آن واحد، عنده قدور واجد وعنده عمال وعنده، ما في مانع، مصالح الناس تقتضي هذا. ما تقول له لا تطبخ للناس لما تخلص شغلي، يقول لا، ليس لك منع، إلا له طباخ عندك في بيتك جايبه أنت يطبخ لك خاصة تمنع، أما واحد فاتح محل يطبخ للناس ما لك حق تمنع، يطبخ لك ويطبخ لغيرك، إذا ما ترضى لا تجي له محل ثاني. نعم، والطباخ ضامن لما فسد من طبيعته والخباز في خبزه. إذا تعدى، إذا صار ما يحسن الطبخ مثلا فسد الطعام يضمن، أو يحسن الطبخ لكنه جود عليه الحرارة والنار حتى احترق وفسد يضمن، أما لو كان يطبخ طبخا عاديا وهو صاحب مهنة وحاذق فتلف الطعام أو انكسر الإناء أو انكفأ وانتثر الطعام ما عليه شيء، أن هذا من دون تفريط. نعم، لو بان التفريط يا شيخ كان يكون اللحم ني وطبخه يضمن؟ إذا صار اللحم ني معناه ما أدى العمل، هنا ما أدى العمل ما طبخ، وكذلك إذا طبخه طبخ أكثر من الحاجة وفسد اللحم أيضا يضمن. نعم، أو احترق اللحم يضمن. لما روى جلاس بن عمر خلاس لما روى خلاس بن عمر أن علي رضي الله عنه كان يغمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق وكان ضامنا لها كالمستعير. إيه، هذا المشترك يعني مسؤوليته أكثر من مسؤولية الخاص. نعم، مسألة، ولا غمان على حجام ولا ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصمعة ولم تجني أيديهم. الطبيب إذا عالج وقدر الله أنه توفي المعالج ليس عليه شيء، ما دام حاذق، طبيب حاذق وعالج بالطريقة المعروفة عند الأطباء، ما تعدى ولا استعمل دواء غير مناسب، فإنه لا يضمن لو مات المعالج،
أما إذا كان غير معروف في الطب ولا حاذق في الطب وتلف على يده أحد يضمن، لأنه يعني غير طبيب، أو طبيب ماهر ولكنه ما عالج بعناية ولا اعتنى، أهمل حتى مات المعالج، أنه يضمن. أو عالج في وقت لا يصلح للعلاج، أجرى العملية في وقت لا يصلح للعملية، إما لنظرا لحالة المريض أنه ما يتحمل، أو أن الوقت أيضا ما يصلح لإجراء العملية، شدة الحرارة أو شدة البرودة، إنه يضمن ولو كان حاذقا، لأنه متعد في هذا. وكذلك يضمن النفس، يضمن النفس بالدية، بالدية إيه؟ بالدية جلب القصاص، لا بالدية هنا يضمن بالدية. ويكون عليه كفارة، يكون عليه كفارة ودية، الدية على عاقلته والكفارة عليه هو. وكذلك الختان اللي يختن الأطفال، يقطع القلفة من ذكر الطفل الصغير، إذا كان حاذقا وختن طفلا ومات الطفل وهو لم يتعدى فلا ضمان عليه. أما إن كان تعدى بأن قطع أكثر من اللازم أو في وقت ما هو مناسب، أو لم يكن حاذقا هو في التختين تعلم بالناس وترتب عليه ضرر، فإنه يضمن ما جنت يده. الحجام كذلك اللي يسحب الدم، لو سحب من شخص دم ومات المسحوب منه، مات بسبب النزيف، نقول إن كان متعدي فإنه يضمن، إن كان لا يحسن الحجامة أو إنه سحب أكثر من اللازم فإنه يضمن. أما إذا كان حجاما حاذقا وحجم على المألوف والمعروف لكن مات المحجوم، ليس عليه شيء لأنه لم يتعدى، وهو آذن له في الحجامة، آذن له في الحجامة المعروفة. نعم. ولا ضمان على حجام ولا ختان وطبيب إذا عرف منه تلك الصنعة ولم تجن أيديهم بهذين الشرطين، بهذين الشرطين لا ضمان عليهم، بشرطين: أن يكونوا حاذقين في المهنة، والشرط الثاني أن لا يحصل منهم تعد في عملهم. نعم. إذا فعل هؤلاء ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين، أحدهما أن يكونوا ذوي حرق وبصارة في صنعتهم ومعرفة بها، والثاني أن لا تجني أيديهم ويتجاوز ما أمروا به، لأنهم إذا كانوا كذلك فقد فعلوا فعلا مأذون فيه فلم يضمنوا سرايته، قطع الإمام يد السارق أو فعل مباحا مأمورا به أشبه ما ذكرنا. نعم. إذا قطع حاكم الشرع يد سارق وسرت سر القطع إلى نفسه ومات، ليس عليه شيء لأنه يعني مأذون بهذا شرعا. نعم. مسألة اللي يجرى العملية، كان واحد أو أكثر اللي يجرى العملية وتعدوا فيها يضمنون، سواء شخص واحد أو أكثر. نعم. مسألة: فأما إذا لم يعرف منهم حرق الصنعة فلا يحل لهم مباشرة القطع، فإن قطعوا مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء. الذي لا يحسن الصنعة طب ولا الختان ولا الحجامة لا يجوز له أن يعالج الناس، فإن عالجهم وترتب على علاجه وفاة يضمنون، أو تعيب أعضاء يضمنونها، لأنهم غير مأذون لهم شرعا بهذا. الذي يتطبب وهو غير طبيب هذا جاء الوعيد في حقه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك الذي تساهل بالأنفس يتساهل بالأنفس ويسرف في العلاج ولا يبالي حتى ولو كان حاذقا إنه يضمن. نعم. وإن كانوا حذاقا إلا أن أيديهم جلت مثل أن يتجاوز قطع الحتان إلى الحشفة أو بعضها أو يقطع في غير محل القطع أو في وقت لا يصلح القطع فيه فإنه يضمن. يعني الختان له وقت في الفصول السنة ما هو كل والحجامة كذلك لها وقت في الفصول، إجراء العمليات الجراحية أيضا لها وقت. نعم. لأن الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطر. نعم. ولأن هذا فعل محرم يضمن سرايته كالقطع ابتداء. نعم. مسألة ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى. يكفي. الله تعالى صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف انك ترى الى موضع ثم تجاوزه الى غيره. اين يقول المؤلف عليه المثل او عليها الزائد؟ اين والخلال يقول عليه مثل المثل. يقول تنفسخ الاجره الاولى ويقدر اجره جديده الى المسافه البعيده، يعني يقول انها من الاصل تقدر الاجره من الاصل. والمذهب يقول لا، الاصل ثابت لكن تقدر الزايد فقط، الخلاف له في الترتيب. طبعا اذا استاجر من الرياض القصيم ثم زاد الى حائل يختلف مثل الزياده من الرياض الى حائل. ما في شك هذا. قال كم ياجر من القصيم الى حائل ويدفع الزود. يمكن يصير ازيد يا شيخ لو ما استاجر من الرياض الى حائل على قول الخلان قبل المثل. لا. يقال من الرياض الى القصيم هذا متعاقد عليه. لكن من القصيم إلى حائل غير متعاقد عليه، يؤخذ الفرق. يقال كم يحمل من القصيم إلى حائل يدفع الفرق. نعم. ما اختلف المؤدى بين القولين؟ لا ما اختلف. المؤدى واحد انه سيدفع الفرق من القصيم إلى حائل على كلا القولين. نعم. سمع عليك ذكر ان مشروط الإجارة تكون منفعة معلومة. إجارة الخدمة هذه بالمدة هذه تكون المدة معلومة، تكفي أن تكون المدة معلومة سواء عمل أو لم يعمل. أي نعم. هي الإجارة على نوعين، شيء يقدر بالمدة وشيء يقدر بالعمل، هذا بالمدة مقدر. نعم. إذا مضت المدة استحق الأجرة سواء عمل أو لم يعمل ما دام منهم فرغ نفسه وجالس. نعم. فضيلة الشيخ، في أسئلة قادين نأجلها للدرس الثاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدى، لأنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ضمان على الراعي الذي يرعى المواشي كالغنم و البقر والإبل إذا كان لم يفرط لم يتخلف عن المواشي حتى سرقت أو ضاعت أو اعتدى عليها سبع، لأن كان معها وينظر إليها ولكن حصل ما حصل عليها بغير اختياره وبغير تفريطه فلا ضمان عليه في هذه الحالة. فلو اعتدى الذئب وأكل من الغنم ولم يستطع مدافعته فلا ضمان عليه. أما لو تغيب عنها أو نام عنها ثم اعتدي عليها فإنه يضمن،
لأنه مفرط، فهو مثل المودع، الراعي مثل المودع، لا يضمن إلا إذا فرط في تلف المال. نعم، لأنه مؤتمن، لأن الراعي مؤتمن على ما استرعي عليه، مثله الحارس الذي يحرس الأمكنة أو الدكاكين أو المستودعات أو غير ذلك، إذا لم يفرط فإنه لا يضمن، أما إذا فرط وكان الاعتداء نتيجة لتفريطه فإنه يضمن. هذه قاعدة، أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط، الأمين كالمودع والراعي والمستحفظ على الشيء. نعم. والتعدي أن ينام عنها أو يتركها حتى تبعد عنه كثيرا وشبه ذلك. ينام عنها، ما كان من حقه أنه ينام، أو يجلس في مكان ويتركها تغيب عن نظره ولا يدري ماذا حصل عليها، فإنه مفرط فيضمن ما تلف من جراء ذلك. نعم. والتعدي أن ينام عنها ويتركها حتى تبعد عنه كثيرا وشبه ذلك، إذا فعل هذا حتى تبعد عنه كثيرا، يعني بحيث لا يراها من بعدها، أما إذا بعدت قليلا ويقع بصره عليها فهذه لا تزال في حفظه ولم يفرط فيها. نعم. إذا فعل هذا ضمن، لأنه ترك بعدوانه مسألة، ويضمن القصار والخيار ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. الأجير المشترك مثل القصار الخياط، والأجير المشترك سبق لنا معناه، الذي يشتغل عند غير واحد، فاتح محل يشتغل للناس، يجيبون له القماش أو الثياب فيغسلها إذا كان غسالا، أو يخيطها إذا كان خياطا، فهو مؤتمن على ما دفع إليه ليعمل فيه، إن فرط فإنه يضمن، وإن لم يفرط فإنه لا يضمن. إذا تلف من الأموال التي يشتغل فيها شيء بغير تفريطه فإنه لا يضمن، لو أخذت من الحرز وحطها في حرز يحفظها مثل غيرها، في حرز مثلها، ثم اعتدى عليها سارق وهتك الحرز وأخذها، ليس عليه ضمان لأنه لم يفرط. فرضنا أنه أغلق عليها باب الدكان أو باب المعمل أو باب المشغل، أغلق عليها، ثم جاء معتد فكسر الباب وأخذ ما بداخله، لا ضمان عليه لأنه عمل الذي يستطيع من حفظها فلا ضمان عليه. أما لو ترك الباب مفتوحا وذهب وتركها ثم أخذت فإنه يضمن. نعم. ويضمن القصار والخياط ونحوهما مما يتقبل العمل ما تلف بعمله. القصار هو الذي يغسل الثياب ويعمل لها أشياء تبيضها. نعم، هذا القصار، والخياط معروف. نعم. ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه، وذلك أن القصار إذا أتلف الثوب بقوة الدق والعصر، والخياط بخياطته فإنه يضمن. ما تلف بعمله مثل إذا مثلا صار يشتغل في الثوب أو غيره ثم أسرف في عمله حتى تلف فإنه يضمن. مثلا يغسل الثياب وسلط عليها شيئا أحرقها أو أتلفها، إنه يضمن لأن هذا تفريط، أو استعمل آلة
لا تصلح للاستعمال، استعمل آلة للغسيل لا تصلح للاستعمال فأتلفت الثياب أو خرقتها، فإنه يظلم، لأن هذا نتيجة تفريطه. أما إذا كان عمله متمشياً على العادة وعلى ما هو معروف عند أهل الفن إنه لا يضمن ما تلف، لأنه غير مفرط، مأذون له في هذا الشيء، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. لكن لم يؤذن له بأن يتعسف في العمل ويعمل عملاً غير مألوف، هذا غير مأذون له، فما ترتب عليه يضمنه. أو كان لا يحسن، كان لا يحسن العمل فإنه يضمن، أنه غير مأذون له، ما دام لا يحسن هو غير مأذون له.